متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المواجهة الخامسة من منافسات بطولة كأس العالم، حيث لأول مرة يلعب المنتخب الأرجنتيني مواجهة أمام منتخب عربي في بطولة كأس العالم. طوال مشاركات الأرجنتين السابقة تاريخيا في هذه البطولة، في هذا اللقاء وفي إطار مبارياتها في المجموعة والظهور الأول لكلا المنتخبين الأخضر، بالكثير من الآمال وبالكثير من الحب وبالكثير من الأماني في مواجهة منتخب يعتبر من أبرز المرشحين للوصول إلى ما هو بعيد جدا في هذه البطولة وللتتويج لقب هذه البطولة. لكن اليوم بحول الله الأخضر ورجال المنتخب السعودي وبعزيمتهم وإصرارهم قادرين على أن يكونوا حاضرين بشكل مميز. لاعب من الفتح ولاعب من نادي الشباب، بينما الأرجنتين بأسمائها الكاملة بحضورها الكبير لعويس يصد في المرة الأولى، لا زالت مستمرة وقائمة. أوهو. التصدي الأول وردت الفين في مواجهة المنتخب السعودي هنا في الظهور الأول لكلا المنتخبين على مستوى منافسات هذه البطولة. وفي الظهور في ليونيل ميسي الذي يحاول بكل تأكيد بأن يضع بصمته أخيرا مع المنتخب من خلال حضوره الأخير عن عهد الرؤوس داخل منطقة الجزاء من خلال دقائق شوط المباراة الأول. الأمج أوهو في احتمالية ركلة جزاء، في احتمالية أن تكون هنالك ركلة جزاء. لوفكو في يعلن عن وجود ركلة جزاء. سلافكو عدنا الرقم ماسكيرانو كأكثر اللاعبين ظهورا ليونيله. منتخب التانجو بأول الأهداف من علامة هنا ليلتقون مرة أخرى في ليونيل ميسي ليصبحوا الست اليمنى. الآن مرور وتمريرة داخل منطقة الجزاء، عادت إلى سعود عرضية داخل المنطقة لكن في أحضان حارس المرمى مارتينيز، في أحضان حارس المرمى مارتينيز كرة تعديل أو تقليص الفارق أو التعديل عفوا، كرة بمحاولة راية موجودة لعم التسلل على وصلت في الجهة اليسرى تسديدة تاتي لكن بعيدة عن المرمى، بعيدة عن المرمى ب 34 سنة. كرة بمحاولة تخيل يعني بواقع رجع، ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ نشوف بعد هذه المحاولة والكرة وبعيدته أسرع. شوف 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 وضعت ليونيل ميسي أو طبعا هو كان متسلل وهذا التسلل الرابع في مصلحة المنتخب الأرجنتيني. ستقر من خلال اوفسايد او الاكثر لاعبا للمباريات. كره بمحاوله بليت، كلنا الاخضر كلنا الاخضر كانه يحاول المرور والتقدم. يا سلام يا سلام يا سلام، حلو 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 في السعودي كره عن طريق سالم العراني، عرضيه من ياسر داخل منطقه الاخضر قادر قادر جديد. يا الله راي وتسلل راي مدرسه اليوم الاخضر في كذلك تصل الى من محاوله تاتي عن طريق عبد الرحيم كاملا مؤثرا بحول الله بشكل التشجيع وبالتالي تحفيز اللاعبين. كره الى ليونيل ميسي وبعدت من امامه وبعدت حسابها وبالتالي امر يجب ان يعيه اللاعبون في ارضيه الميدان ويجب ان يصل الى اذهانهم في كيفيه التعامل مع كل لقيه للارجنتين في كل البطولات والمنافسات. كره محاوله خطيره جدا لكن الى خارج ارضيه الملعب. إلى خارج أرضية الملعب.
نقولها ونحن نعي تماما ما نقوله. ميسي في رقصته الأخيرة في محمد داويس. نعم صفرة نهاية سوف المباراة الأول يطلقها حكم مباراة سلافكو. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية إلى أن يحين الموعد. تقبل شكرا لي زميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا اينما كنتم مرحبا بكم. ظهور جيد في الشوط الاول. نعم هنالك ثلاث اهداف ارضيه، كره بالمحاوله، صالح 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 جول سعود، تقدم يا سعود، اضرب يا سعود. نواف نواف لا 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 في شيء جاي من نواف، 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 في شيء جاي من نواف. لاعبين السعوديه من اجل الاستبسال، لا يمكن بان نوصيهم على اللاعب الرجولي. قدموا نمود الواقع الموجود في ارضيه الملعب. كره فيها محاوله. برافو 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 يا حسن، برافو يا حسن، برافو يا ركنيه على تنفيذها ليونيل ميسي. العوده والتسجيل، فلينظر الى ما فعله الاخضر في شوط المباراه داخل منطقه الجزاء. لا زالت مستمره وقائمه. لا 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 في منتخب الارجنتيني. لا زالت مستمره من اجل الصمود ومواصله التالق. تجاوز هذه المجموعه لا يفوز بكاس العالم. العويس يرتق جدا الى نواف. طالت الكره والمحاوله الماضيه تدخل قوي وصافره من خلال هذا اللقاء. اخطا حافرين اسمك ابنا حقيقه صعب جدا. الاصلي للشوط الثاني كره بالمحاوله الان ملعوبه خطيره جدا لكن رايه موجوده. تسلل 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 رايه زيرات من الفرح والانتصار. تترتب الجمل كره بمحاوله ملعوبه الان تغطيه وابعاد لا زالت مستمره وقائمه. تحولت في الجدقه في الجهه اليمنى عرضيه لم انتبه لها. تعود المحاوله بعد ذلك براسيه الى خارج ارضيه الى خارج ارضيه المكسيك ولا بولندا في المواجهات القادمه. المحاوله تعود الان الى ارضيه الملعب. كيف انا راح اشوف الشاشه الموجوده في الملعب؟ العين في ارضيه الميدان على لاعبين الاخضر وفي المدرج على جمهور الاخضر وفي المدرج على جمهور يستمر عرضيه. يلا محمد يلا يا محمد. اللاعب الذي سجل اهدافا في ثلاث نسخ مختلفه من بطوله كيمانيه عرضيه داخل منطقه الجزاء. رشي الله يا العويس. الله 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 كره بمحاوله ملعوبه لكن تغطيه وابعاد. خساره امام هولندا. كره داخل منطقه الجزاء انها بتنتهي يا عبد العويس. لعبات وهجمات المنتخب الارجنتيني اليسرى البحث عن التقدم والمرور. جوميز داخل منطقة الجزاء العوبة الكرة التغطية والإبعاد. تخلصت 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 تخلصت. راية موجودة وتسلل. راية موجودة وتسلل. راية موجودة وتسلل. أوه 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 انذار على محمد العويس. عن العرضية داخل منطقة الجزاء اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء اليوم كرة بمحاولة أمامية. الشهراني في أرضية الميدان. يا الالتحام ما بين محمد العويس وياسر الشهراني. الالتحام تمالك تمالك أعصابك. الأخيرة من أحداث في شوط مصحات المنتخب الأرجنتيني. راسية. الله 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 الله, الله, الله.
صفر 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 صفر. سارعي للمجد والعلياء، رددي مجدي بخالق السماء، سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر ينشر النور المسطر، رددي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الأخضر الله أكبر يا الأخضر. للتاريخ هذا الانتصار الكبير للمنتخب السعودي في مباراة اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني. للتاريخ هذه البداية القوية، ألف مبروك للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي، ألف مبروك لقيادة